انزل معاه. تعالي يا عمر خلي بس من الخزنه فيكم يجي معايا. اقول لك ايه يا بنت هو هنا النهارده هنعرف مين هي زوجة بابا نويل اللي دخلت فيديو شاور وسرقت الخزنه بتاعته. هنعرف مين هي. فيديو النهارده اهم حاجه انك تعمل لايك الفيديو عشان تشجعني وتخليني اعمل فيديوهات اكتر وتخليني يعني احسن من مستواي في الفيديوهات وتخليني اتحفز ان يكون عندي نشاط اعمل فيديوهات كثيره. وانك تكمل الفيديو الاخر يعني ده هيعرفك مين هي زوجة بابا نويل. انت كده كملت الفيديو الاخر هتشوف كل الدلائل ويعني هتحفزني برضه ان انا اعمل فيديوهات اكتر. كمل الفيديو الاخر مش هتاخر حاجه. اعمل لايك الفيديو كمل الفيديو الاخر بس كده. يلا بينا نبدا. السلام عليكم وبركاته. انا حمزه. لو تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو عشان تخليني اتحفز واعمل فيديو اكتر واكتر. كل ما تعمل لايك للفيديو كل ما تخليني اتشجع ان اعمل فيديو اكتر واكتر ويكون عندي نشاط ان اعمل يعني كل حافز ان اعمل فيديو اكتر. تمام مش هطول عليكم. يلا بينا نبدا. الدليل الاول اللي عرفنا مين هي زوجة بابا نويل. والدليل الاول معانا لو انت بتتابع حساب تيك توك بتاع شاور على يعني حسابه على تيك توك هتلاحظوا ان البنت دي كان لابسه لبس بابا نويل وظهرت مع شاور قبل كده. ظهرت حطيتكم الصوره دي فاكرين الصوره دي. لو انت بتابع شاور هتبقى فاكر الصوره دي. لو انت بتابع شاور على التيك توك هتكون شفت الصوره دي قبل كده. فشايفين الصوره دي. دي شاور كان يعني عامل عنها فيديو كان واخد يعني صور هي فيديو. فممكن تكون هي البنت دي اللي ظهرت حطيتكم صورتها هنا. الصوره دي شايفين البنت دي نسبه كبيره جو جو قوي هتكون هي. تمام عشان تين نفس الطول وكان نفس اللبس. فهي صاحبه شاور فممكن تكون عادي ممكن يعني عندها مفتاح بتاع الفيلا ودخلت من الفيلا. تمام فبنسبه كبيره جو قوي قوي هتكون هي. وده الدليل الاول اللي اثبت لنا مين هي. لو انتوا مش ملاحظين برده هنا نفس الطول يعني مش شايفين نفس الصوره نفس الطول. البنت كانت يعني تحاول تدخل فيلا شاور ضغط عليهم صوتها. فاكرين البنت دي كانت تحاول تدخل فيلا شاور وسرقت الخزنه بتاعته. نفس الطول دي ونفس اللبس كده لابساه وهي صاحبه شاور. فبنسبه كبيره جدا هتكون هي. ونخش في الدليل التاني عشان مش عايز اطول عليكم. والدليل التاني معانا لو تفتكروا ان شاور عمل تحدي 24 ساعة اطلب من التيم بتاعه ان هو يعني يطلب منهم طلبات وهو ينفذوها. فهو طلب منها طلب وهي نفذه. فطبعا عقاب كده يعني او عقاب شديد كده عليها فهي نفذت. فهو ممكن تكون هي عايز تاخد حاجة منه فعملت كده. فممكن تكون هي عايز تتحمل منه يعني فهي عملت كده اللي هو لبست بابا نويل ودخلت فيديو بتاعته وسرقت الخزنة بتاعته. ممكن يكون الحوار ده كله هي عاملاه وبابا نويل. لو انت عايز تعرف مين هو بابا نويل هسيب لك اول تعليق انزل تحت التعليقات اكتب تعليق بالمره يعني. وهتلاقي برضو اول تعليق في رابط فيديو انا قلت لكم فيه او في يعني كانت فيه دلائل عرفت لكم فيها مين هو بابا نويل. لو انت شفتوش انزل شوفه اول تعليق. بس كده ده الدلائل اللي معانا النهارده اللي عرفتنا مين هي زوجة بابا نويل. لو انت عندك دلائل اضافيه او عندك حاجه تفيدنا بيها انزل تكتبها تحت في التعليقات. لو ما عندكش حاجه اساسا انزل حتى اكتب نقطه في التعليقات اكتب اي حاجه في التعليقات يعني اهم حاجه اكتب تعليق اثبت وجودك بلايك وتعليق. تمام هطلع لكم اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس. بس كده